بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، لما يجي يجيب لي 3 بلس نيجاتيف 5، الأول لو أنا لقيت بلس جنب نيجاتيف في براكت كده يبقى الإجابة نيجاتيف. طب لو لقيت نيجاتيف جنب نيجاتيف في براكت كده، طالما هما شكل بعض يبقى بوزيتيف، حولوا البوزيتيف على طول. يعني إيه؟ أنا شايف بلس جنب نيجاتيف، يبقى تحولوا لنيجاتيف، يعني دي هتبقى 3 ودي هتبقى نيجاتيف 5. طيب بعد ما عملنا كده بقى نبتدي نبص على الاشارات، الثري دي ملهاش اشاره يبقى كانت بوست، ملهاش ساين يبقى كانت بوست، طالما ده بوست وده نيجاتيف، طالما الاشارات كده بعد ما خلصنا موضوع البراكت اللي هو القوس ده، طالما الاشارات مختلفه كده هنطرح هنعمل ماينس، يعني هنعمل 5 ماينس 3 يدينا 2. طب نكتب الاشاره هنا يبقى ايه، نيجاتيف ولا بوستيف، نكتب دي ولا دي؟ قال لك شوف مين الكبير، ال5 اكتب النيجاتيف بتاعك. يبقى لو الاشارات مختلفه او الساينز مختلفه نعمل ماينس او نطرح ونحط الساين بتاع الكبير، الاشاره بتاع الكبير، نطرح ونحط الاشاره بتاع الكبير. طب تعالى على دي، الاول في براكت اهو اكتب النيجاتيف تو عادي، ده نفس الشيء. وبعدين نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف، نيجاتيف نيجاتيف اهي بوست، او محاوله بوست، بعدين ادي فوق كده، طالما الاشارات مختلفه نطرح، نطرح 4 ناقص 2 ونحط الساين بتاع الكبير، مين الكبير، الاربعه ولا الاثنين؟ لا الكبير هو الاثنين. خلصت. مش عايز تكتب البوست ممكن ما تكتبهاش، في ناس ما بتكتبش البوست. طيب لو جينا على دي، هنا نيجاتيف 4، هنا باينه النيجاتيف مش لاقي حاجه تتعمل تايمز فيها، او هنا كان في بوست، نيجاتيف بوزيتيف بيدينا نيجاتيف 3. طب دلوقتي الاشارات متشابهه، ذا سيم ساين ذا سيم، في الحاله دي نعمل بلس، طالما الاشارات شكل بعضها كده يعني بس 4 بلس 3 7، ونحط اي اشاره منها. يبقى لو الاشارات مختلفه بنطرح ونحط اشاره بتاعت طيب الكبير، لو الاشارات متشابهه بنجمع ونحط واحده منهم. هنا ادي ال 6 اهي، هنا نيجاتيف وجنبها نيجاتيف اهي، نيجاتيف نيجاتيف بتتحول لبوست، لما الاقي نيجاتيف وجنبه نيجاتيف في قوس كده احولها بوست واكتب 4. طب ما بقت 6 بلس 4 دي معروفه 10 اصلا، مفيش حاجه. طب تعالى على اخر واحد، هنا ده نيجاتيف 5 نكتبه يعني زي ما هو، وانا ملاحظ هنا بوزيتيف جنب نيجاتيف، بوزيتيف جنب نيجاتيف لما اشوفهم في براكت كده احولها انا ايه، البوزيتيف والنيجاتيف دول بيتحولوا لنيجاتيف واحد 3. اجي ابص بقى الاقي الاشارات متشابهه، يعني ده نيجاتيف وده نيجاتيف، هم عاملين بلس، يعني نعمل ال 5 بلس 3 نجمع، يعني يدينا 8 ونحط اشاره منهم. بس يبقى لو الاشارات مختلفه بنعمل ماينس او نطرح ونحط الساين بتاع الكبير اللي هي النيجاتيف ده الماينس، لو الاشارات متشابهه زي دول كده نيجاتيف ونيجاتيف نكتب واحده منهم ونعمل بلس. هي ده ببساطه القواعد استاذ بتاعت الاشارات.